ازيكم عاملين ايه؟ بصوا، انا اللي يعرفني كويس عارف ان انا عندي جمله كده اسمها مساء السعاده او صباح السعاده. انا احب السعاده قد عينيا والله العظيم، بس احب كمان يبقى حواليا مسببات السعاده. هاجي لكم على جزء من مسببات السعاده من انجازات التحالف الوطني، بس عايز ابدا بحاجه كده. النهارده نزلت يعني كده بشتري شويه حاجات للبيت، مش اكل ومش شرب، حاجات للبيت، خلاط علشان البانيو عقبال املتك، حاجات زي كده يعني. المهم الاسعار بقت غاليه، متفقين عليه، واغلى من تصوراتنا كلنا، متفقين عليه. طيب وضع قائم ولابد ولازم نتعامل معاه، برضو متفقين عليه. الوضع ده يخلينا او بالادق خلى المصريين احنا كمجتمع، احنا كشعب، نمشي في اتجاهين كويسين قوي من وجهة نظري. اول انجاز او اول اتجاه هو ازاي نقدر نحسن من سلوكنا في الانفاق والاستهلاك. انا ما بتكلمش على الاكل والشرب دلوقتي خالص، انا بتكلم بشكل عام حتى لا يفسر الكلام ولا يؤخذ ولا يؤول في غير مواضعه، ماشي؟ انا بتكلم بشكل عام. احنا بقينا بنشتري بالطريقة السليمة بالمناسبة للشراء، زي ما كنا كده زمان نتكلم على الأوروبيين، يقول لك يا عم ده بيروح يشتري تفاحية، وكنا بنتريق، ده احنا بنشتري، طبعا احنا كنا بنشتري بالكيلو ونرمي نصه بعد كده علشان بيبوظ من الركنة. فبقينا بنشتري على القد، وده جيد مش وحش، خلص ننزل نجيب تاني زي ما يطلع بقى. ده انا هنا لو بنتكلم على اكل وشرب، بقينا لما بنيجي ننزل اي شيء من المستلزمات المنزليه زي ما بتقال، الادوات المنزليه، الاجهزه المنزليه، حاجات زي كده، بقينا بنلف كتير، ندور كتير عشان نجيب افضل سعر مع افضل جوده، خد بالك، وبنفصل ويطلع عينينا ونطلع عين الناس، وده عادي كده، تمام؟ مش بس كده، ده كده اتجاه اللي هو ازاي السلوك الاستهلاكي والانفاقي بتاعي بقى افضل. هو بقى افضل بسبب الاوضاع، بس بقى افضل. اللي انا بقعد افكر فيه عندما تنجلي هذه الازمة، وهتنجلي تاني، عندما تنجلي هذه الازمة وهتنجلي، هنرجع برضو زي الاول؟ يعني الناس اللي كانت بتيجي تجهز بناتها 9 مراتب، دلوقتي بسبب الأسعار بقى بيجيب 4 مراتب. طبعا أنا مش عارف ليه بجهز عروسة ب9 مراتب، لحد اللحظة دي ما عنديش إجابة غير أن أنا عايز إيه يعني أتمنظر قدام الجيران والأهل والحبايب والأصدقاء في البلد، في الشارع، في الحي، في الحارة، في الزقاق، زي ما يطلع، إحنا بنحب نتمنظر. فبقينا بسبب الأوضاع بدل ما بيجيب 9 مراتب فبقينا بنجيب ال4 مراتب. والله اللي أنا شايفه أنك سيادتك تجيب مرتبتين، يعني أكتر من كده ليه؟ ده مثلا. فانت كنت بتنفق في لا شيء، 9 مراتب في البيت، 15 بطانية، حاجات غريبة جدا. فخلينا نبقى فاهمين انه عندما تنجلي هذه الأزمة وهتنجلي، خليك محافظ على السلوك الانفاقي الجديد بتاعك، ما تجيبش اللي ملوش لازمة. ادي 1. 2، خش بقى على جودة وكفاءة المنتج ايا كان. بسبب برضو الظروف بقينا بنتوجه اكتر للايه؟ للمنتج المصري. عاوز اجيب تلاجة، لا طنش المستورد، هات المصري حلو وجميل. عايز اجيب بوتاجاز، طنش المستورد، هات المصري حلو وجميل. كل ده بالنسبة لي رائع بالمناسبة، انا اشجع دايما الصناعة الوطنية من منطلق اقتصادي ومنطلق وطني واي منطلق اظنه جيد او ايجابي. لكن هنا تفضل نقطة بس يا جماعة، الناس بتروح كده كده للمصري علشان سعره حنية أكتر، أكثر حنية، أحن، ألطف، أهدى عجيب. لازم بقى المنتج نفسه، صاحب المصنع ده، خليك حريص على مستويات ومعدلات الجودة، حريص أنك أنت ترفع معدل الجودة والكفاءة طول الوقت. انجلت الأزمة، ما انجلتش الأزمة، طبعا هي هتنجلي في كل الأحوال بإذن ربنا، فعلا هتنجلي، لكن حافظ على مستويات الكفاءة والجودة. لأنه إذا سيادتك ما حافظتش تبقى ساذج جدا،
المصريين ما هماش سوزك، سيادتك ما حافظتش والأزمة خلصت وبقت كل حاجة موجودة والمستورد رجع تاني في الأسواق ورطرط وملى الدنيا، وساعتها المستوردين هينزلوا في الأسعار بتاعته عشان يخلص الحاجة اللي موجودة في المخازن ويعرف يجيب الجديد، ما خلاص بقى ما فيش حاجة بتقف في الجمارك، ما فيش مش عارف إيه كلام من ده، الناس مش هتبص على حاجتك طالما كفاءتها وحشة، فمصنعك هيقفل. شغل مخك، لو انت ما حافظتش على معدلات ومعايير الجودة والكفاءة العالية جدا، يوم ما تنجلي الأزمة مصنعك هيقفل، وانا مش عايز مصنعك يقفل، والدولة مش عاوزة مصنعك تقفل. ليه؟ مش عايز المصانع تقفل، لان انا ده انا بشجعك وبشجعك اكتر على الانتاج وبدي لك حوافز على التصدير وبقول لك بص اشتغل انا معاك وهدي لك فلوس كاش على الترابيزة وهعمل لك اللي انتج. شطارتك انك ما تبصش تحت رجليك، جو بقى ايه مكسب قريب ومش مكسب قريب وشغل الاوانطة ده بلاش بلاش. بتعمل تلاجة، بتعمل سخان، بتعمل بوتاجاز، بتعمل خلاطات مية، بتعمل مواسير، بتعمل اسلاك، بتعمل مفاتيح النور، اللمبات، المش عارف ايه. انا عايز ابقى سعيد وانا بجيب المصري، مش عايز ابقى مجبر اجيب المصري، عايز ابقى سعيد وانا بجيب المصري. عارف المواطن الياباني هو سعيد بيجيب المنتج الياباني؟ عارف المواطن الامريكي هو سعيد بيجيب المنتج الامريكي؟ عارف المواطن الالماني اللي سعيد ان العالم كله بيجيب المنتج الالماني؟ انا عايز ابقى كده لو سمحت. ففي منتجات مصري انا بقول لك ايوه حلوه وجميله ولطيفه وكل حاجه، وعليها ضمان بالخمس سنين وبالسبع سنين وبالعشر سنين، وهذه الضمانات مية مية وزي الفل، وده معناها ان المنتج ده كويس. مفيش حد هيضمن منتج بالخمسه والسته والسبعه والعشره وهو عارف انه وحش، لان في الاخر خالص هيتدبس فيه هيرجع له، فده كويس. كتر لي بقى من ده، دي من ضمن الحاجات التي تشيع البهجه وتحسن النفس. تعال اخدك على حاجه بقى ثالثه اللي هي متعلقه اللي كنت بقول لك عليها بتاعت التحالف الوطني العمل الاهلي والتنموي. الناس دي بتشتغل وبتبذل جهد، وبالتالي وهي بتبذل الجهد ده طول ما انا بشتغل وببذل جهد وبيبقى الجهد ده انا بعمله بقلبي وبذمه احقق الايه؟ احقق المنجز. تعال نشوف المنجز بتاع النهارده على سبيل المثال من الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله فضل الله. ماذا انجز لنا النهارده التحالف الوطني؟ تجربة التحالف الوطني على مدار الفترة الماضية اعتقد هي تجربة تستحق الدراسة. تجربة لتوحيد جهود المجتمع المدني أعتقد هي تجربة رائدة لم تحدث من قبل في كيفية توحيد جهود أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني في تحسين جودة حياة المواطن المصري. أكثر من 35 مليون مواطن استفادوا من الخدمات اللي قدر يقدمها التحالف خلال الفترة الماضية. 25 مليون مواطن استفادوا من الخدمات في الدعم الغذائي، 5 مليون مواطن خدمات رعاية صحية. أيضا التحالف كمان قدم تجربة رائدة في إخراج عدد كبير من الفئات الأولى بالرعاية من دائرة العوز والاحتياج والانتظار الإعانة لدائرة المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. 150 ألف فدان تم زراعتهم عن طريق صغار المزارعين بجهود ودعم بالتحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي، وده ساهم على فكرة في سد احتياجات الدولة المصرية من قمح خلال الفترة الماضية. 149 ألف مشروع صغير ومتوسط تم تقديمهم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية حتى يساووا في عملية الإنتاج. التجربة تمتلئ بالعديد من التفاصيل التي أعتقد أنه خلال حلو. الفترة القليلة دكتور محمد. المقبلة فضل فندم ربنا يخليك، اديلي ابرز الامثله على المشروعات الصغيره او متناهيه الصغر او حتى المتوسطه اللي التحالف ساعد فيها. انا هقول لحضرتك النهارده مثل بسيط جدا وبنضرب بيه اكتر من عصفور بحجر واحد. المبادره الخاصه بالمراكب التي تم اعطائها لصغار الصيادين سواء في محافظه اسوان او في العديد من المحافظات المصريه بهدف ايجاد مصادر دخل بديلة في ظل الفترة اللي فاتت كانت فترة عصيبة. أيضا لا أحد يستطيع أن ينكر خلال الفترة الأخيرة ظهرت بعض المؤشرات عن تنامي
وصعود ظاهره الهجره غير الشرعيه في عدد من المحافظات نتيجه للظروف الاقتصاديه اللي مش بتعاني منها مصر بس ولكن بيعاني منها العالم اجمع، ففكره ان التحالف ينزل ويحتك بهذه الملفات ويحاول ايجاد فرص عمل دون انتظار ان تحصل هذه الفئات على دعم شامل او اعانه، اعتقد تجربه مهمه. طبعا ايضا كمان التحالف بيشتغل على موضوع مهم جدا وهو فكره كيفيه استثمار اموال التبرعات بشكل مستمر لضمان الاستدامه. طبعا في ظل الازمات الاقتصاديه من الممكن ان حصيله التبرعات تقل، لان انت النهارده بتدفع او بتساهم نتيجه لفائض عندك في الدخل او شيء من هذا القبيل، لكن بكل تاكيد لو الرقم موجود رقم محدد ما بيحصلوش استثمار الرقم ده هينقص، فبكل تاكيد هيجي النهارده على الفئات الاولى بالرعايه. فكره انك تعمل دايره وسايكل كامل موجود ليه، ان انت لو بتشتغل على الزراعه ازاي تاخد المنتج من صغار المزارعين تدخله المصانع، يبدا بعد كده كمان النهارده ان هو يروح دايره ثانيه عشان يوصل للفئات المستحقه. هايل. قلت لي انه ازاي بنقدر نستغل اموال التبرعات، هل ده يعني انه المصدر الرئيسي لتمويل كل هذه الانشطه والوصول الى كل هذه الانجازات هي التبرعات من المجتمع؟ تخليني اقول لك ان برضو احد ما يميز تجربه التحالف انه كل الارقام اللي قلت لحضرتك عليها لم تاخذ من ميزانيه الدوله المصريه جنيه واحد فقط. عندك 14 مليار جنيه تم دفعهم من موازنه مؤسسات التحالف لتعزيز مستوى حياه اكثر من 35 مليون مواطن. توحيد الجهود ما بين المؤسسات الشريكة أعضاء التحالف وامتلاك قاعدة بيانات موحدة تم إعدادها بعناية من آلاف المتطوعين الموزعين على كافة المحافظات المصرية ودراسة الحالات بشكل جيد ضمن أن تصل الإعانات لمستحقيها الفعليين. زي ما حضرتك عارف كان عندنا مشكلة خلال الفترة السابقة ان احنا ممكن جمعية سين تنزل على القرية تبدأ توزع مواد غذائية، تخرج جمعية وبعدين تروح داخل جمعية تانية وتالتة وهكذا، الكرة اللي جنبيها ما فيهاش اي النهاردة وجود الخدمات. يعني علشان دي احنا عارفين كويس، علشان دي حاجة مهمة جدا قد يتساءل الكثيرين عنها، مصدر التمويل ايه؟ وحضرتك اجبت بمنتهى الوضوح، التمويل بعيد عن الدولة تماما، التمويل مصدره الرئيسي هو التبرعات، صح الكلام ده؟ وكمان دلوقتي التبرعات اصبحت تستثمر، يعني الفكره كلها انت مش بتعتمد على ان المبلغ جاي لك النهارده، لو يعني احنا لا قدر الله برضو حاطين خطه، لو الناس النهارده عندنا حصيله التبرعات قلت، هل التحالف يتوقف ومؤسساته بتستثمر ازاي التبرعات يا دكتور؟ بتستثمر ازاي التبرعات؟ عن طريق النهارده مجموعه من المشروعات، وده هيودينا لنقطه ثانيه، وحضرتك النهارده احد اعضاء البرلمان، يعني بنتكلم على الهات الثانيه الموجوده، حضرتك عارف ان القانون 149 لسنه 2019 في اخداع المجتمع المدني المصري اتاح لمؤسسات المجتمع المدني اقامه مشروعات بهدف تعزيز مواردها. مظبوط. فده النهارده كان جزء مهم، انك ازاي تستغل المناخ الداعم والبيئه التشريعيه المتطوره التي اتاحتها القياده السياسيه حتى يتم اشراك المجتمع المدني بشكل فاعل وحقيقي في عمليه الاصلاح والتنميه، وان تقوم مؤسسات التحالف باقامه مجموعه من المشروعات العائد بتاعها لا يذهب الى جيوب افراد ولكن يذهب الى مؤسسات التحالف حتى يتم الصرف منها على الانشطه. طيب ابرز المشروعات، ابرز المشروعات دي زي ايه يا دكتور؟ لان انا اعتقد انه برضه يبقى مهم لينا احنا كمواطنين ان احنا ندعم او نقوم بدعم هذه المشروعات ونتعامل معها قدر الاستطاعه، لانه من شانها انها تزود مواردكم وبالتالي تذهب الى الفئات الاكثر استحقاقا. بقول لحضرتك يعني احنا عشان خاطر ان احنا عدد من المؤسسات، انا مش عايز اذكر المشروع واقول لحضرتك مشروع تاني، ولكن خليني اقول لك ان المزارع نفسها اللي بيمتلكها التحالف ايضا كمان النهارده، المزارع اللي بيمتلكها التحالف ومؤسسات التحالف دلوقتي اللي بتطلع النهارده منتجات بتدخل في الاسواق، وده على فكره حضرتك استثمار. في نفس الوقت كمان في تجربه مهمه جدا محتاجين ان احنا نشير ليها، وحضرتك اكيد تتذكر مبادره كتف في كتف اللي افتتحها السيد الرئيس 17 مارس، واللي كانت بالفعل تجربه رائده. صحيح. ان كيف استطاع المجتمع المدني المصري في عز الازمه الاقتصاديه تدبير احتياجات اكثر من 6 مليون عبوه غذائيه في هذه الفتره العصيبه،
لسد احتياجات المواطنين في ظل أزمة غذاء بيعاني منها العالم. وفي نفس الوقت حضرتك محتاجين ناخد ملاحظة مهمة إن هذه المواد لم تحدث ضغط على الأسواق المصرية. فكرة إن يبقى عندك منظومة موحدة ومنظومة للشراء الموحد إنها تقدر تتعامل بشكل مختلف خلت النهاردة لو فاعل خير عايز يشتري، تخيل كده حضرتك الستة مليون كرتونة دول لو مؤسسات التحالف اشتريتهم بشكل منفرد من السوق المصري، هل كان المواطن الطبيعي من الممكن النهاردة إن هو يلاقي السلع اللي هو بيحتاجها؟ ففكرة إن يبقى عندك نظام وسياسة وبعد النهاردة واستراتيجية واضحة إنك إزاي تساعد الفئات الأولى بالرعاية دون أن تحدث ضغط على الأسواق المصرية، وأيضا المنتجات اللي أنت تستعملها تكون النهاردة تقدر تشغل بها مصانع، صحيح. تشغل بها أيدي عاملة، تفتح بيها النهاردة بيوت ناس. ده جزء مهم. رأس مال التحالف الحقيقي يا فندم هو مش أموال التبرعات، رأس مال أموال التحالف هي الأفكار الموجودة داخل مؤسسات التحالف التي تمتلك سجل طويل من الخبرات على مدار عمر طويل. حضرتك احنا مش 32 مؤسسة أعضاء التحالف، ولكن احنا لدينا مؤسسات هي مؤسسات قاعدية. ما تقوليش ان مؤسسة زي بنك الطعام، مصر الخير، الأرمان اللي تحتها هي مؤسسة مظلة لأكثر من 5000 جمعية بتاخد بالفعل النهاردة منها سواء دعم غذائي أو دعم صحي وغيرها من المؤسسات. اعتقد فالموضوع مش 32 مؤسسه، الاتحاد العام تاريخ العمل الاهلي في مصر طويل، يعني يمتد لاكثر من 200 سنه. انا بشكرك جدا دكتور محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري وطبعا عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. استاذنكم في فاصل، هنرجع بعد الفاصل. عندي حاجتين مهمين، حاجه منهم متعلقه بالتطلعات البرجوازيه اللي بتغير سلوكك. هروح الفاصل اقعد على رواقه واقول لك انت بيتنبش لك في دماغك ازاي. نروح للفاصل. انا كنت بقول لك بعد اذن سيادتك ما تخليش التطلع البرجوازي يفسد سلوكك ويكسر شخصيتك ويكسرك قدام نفسك. تطلع برجوازي اللي هو ايه يا عم يوسف؟ يعني عايز تقول ايه؟ فكرة ان انا عايز اروح المطعم الفلاني علشان ابقى ان، ابقى مختلف، ابقى من ضمن الايكلاس وكريمة الكريمة، او اروح البلاج العلاني علشان مش عارف نفس الاسباب التافهة. كل دي اسمها تطلعات برجوازية تافهة وجوفاء ومش هتضيف لك شيء. خصوصا بعض القرى اللي في الساحل الشمالي، وانا تشوف الفروق بقى ما بين حاجه زي العالمين الجديده بتاعت كل الناس وما بين الناس اللي بتقعد تتنك عليك بفلوسك. فلوسك عايز تروح مطعم، بعض المطاعم عملت كده، بعض البلاجات عملت كده، ودي حاجه ما بتحصلش في الدنيا، لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في موريشيوس ولا في مش عارف. يقول لك الو مساء الخير، عايز احجز مثلا ترابيزه ليا انا واصدقائي انا ومراتي وعيالي، العدد كام؟ العدد 6. تمام. طب حضرتك ممكن تبعت لنا الانستجرام بتاعك؟ انا افهم انك لما بتقول، لما بقول لك انا عايز احجز فتقول لي لازم تحط ديبوزيت، تحط مثلا مبلغ تحت الحساب، ما احنا حاجزين لك الترابيزه على اسمك يعني. مفهوم، ده شغل، دي تجاره. تمام. تقول لي مثلا والله حضرتك بتخش، هبعت لك لينك دلوقتي تخش عليه، بتحط مثلا المبلغ ده ونحجز لحضرتك الترابيزه، بس خد بالك يا فندم الترابيزه بتفضل مثلا محجوزه لحد الساعه 9 بالليل، بعد كده بنضطر نلغي. طب والمبلغ اللي انا دفعته بنرده لحضرتك فورا على الحساب؟ ده كلام انا فهمه جدا، لكن مطعم ولا بلاج يقول لي ابعت لي الانستجرام بتاعك والانستجرام بتاع المدام والأولاد؟ ليه؟ عايز انستجرام المدام والأولاد ليه؟ وبتاعي ليه؟ لازم يكلمك كده؟ تلاقي الولد اللي بيتكلم ده أو البنت خنفة، لازم يكلموك كده كده. هما بقوا شيك أشقية قوي، عفاريت، جايبين الديب من ديله. دول صفوة المجتمع اللي بيتكلموا مع صفوة المجتمع. يعني أنت بتحس إنه اللي بيكلمك ده الأخ الموظف، وموظف شقيان بالمناسبة، الشقيان ده بيحسك ان هو سيدك وتاج راسك، كويس؟ بتقول له طيب،
وتلاقي ناس تقول له طيب حاضر، لك حضرتك هتبعته، هبعت لك رقم واتساب للي بتبعت عليه الانستجرام بتاع حضرتك وبتاع المدام والاولاد. ده بيعملوا لك كشف هيئه قبل ما حضرتك، قبل ما تخطي العتبه. طب ده بيحصل فين؟ أدخن مطاعم وأدخن أماكن في الدنيا ما بيعملوش كده، أغلى أماكن في الدنيا ما بيعملوش كده. أنت إزاي تسمح لنفسك إنك تتعامل مع ناس بالأشكال دي؟ تتفرج على صوت، أبقى الأكاونت بتاعي برايفت، مش عاوز حد يتفرج عليه. أنا أشيل البرايفسي وأسمح لك تخش؟ يا نهار أسوخ، للدرجة دي أنا مكسور مذلول عشان أخش مطعم ولا أروح بلاج؟ إيه يا جماعة الهبل ده؟ وإزاي يتم السماح بده أصلا؟ ده له تحضر وله رقي، ده منتهى الانحطاط الأخلاقي والاجتماعي، منتهى الانحطاط. تعالوا نروح لموضوع اقتصاد. بص بقى أبو نضارة، 9 سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير مهم جدا جدا جدا، ده ضمن مجموعة اللي هي بتاعت أين كنا وكيف أصبحنا، هذه السلسلة الرائعة. قطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد. احنا امبارح لما كنا بنتكلم مع دكتور مصطفى بدرة قلت له هو احنا يا فندم خلال ال9 سنين اللي فاتوا تخلفنا عن ميعاد واحد؟ أبدا. تعال نشوف احنا كنا فين. زمان في 2013 فيتش قالت ايه بقى؟ قالت القطاع المصرفي المصري عنده صعوبات كبيرة وتتجه نحو المخاطر الائتمانية، يعني مش هنسدد، والمخاطر المتعلقة بالعملات الأجنبية، يعني معناش، والارتفاع في ظل الظروف الحالية، يعني تضخمات مذهلة ومخيفة، وخاصة على المدى القريب، خد بالك بقى القريب، في ظل استمرار الافتقار إلى سياسات واضحة من جانب الحكومة والمركز والبنك المركزي. ده 2013. 2023 نفس ذات المؤسسة فيتش، ده مش 22، ده 23 يا مولانا، بيقول لك توفر أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة مصدراً مستقراً نسبياً للربحية للبنوك المصرية، ونتوقع نمو قوي في القطاع المصرفي خلال 10 سنين اللي جاية، ويوجد مجال كبير للتوسع بالخدمات المصرفية، وهناك إمكانية كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين بالبنوك. ده فيتش. خد بالك الكلام اللي قاله امبارح دكتور مصطفى بدرة كنا بنتكلم فيه على اساس ايه؟ على اساس كلام صندوق النقد الدولي اللي بيتكلم بشكل ايجابي جدا على مصر، واللي اتكلم على انه مصر بتسدد في المواعيد، وانه الطروحات اللي اتعملت والصفقات اللي تم اتمامها بما تقريبا 1.9 مليار دولار انما تدفع بالمزيد من الموثوقيه في الاقتصاد المصري وفي هذه الطروحات، وتشجع الاستثمار الاجنبي المباشر. الاستثمار الاجنبي المباشر ده اللي هو المستثمرين العرب والاجانب يبداوا يخشوا يحطوا فلوس جوه مصر يستثمروها في المصانع والمشروعات المختلفه، مش الهوت ماني، دي حاجه تانية خالص. يبقى الكلام بتاع امبارح صندوق النقد، ادي واحد. الكلام بتاع فيتش اهو في نفس ذات العام 2023 يقول لك ايه؟ احنا في التمام. طب تعال اخدك على البنك الدولي مش صندوق النقد الدولي. في 2013 قالوا علينا يتعرض الاقتصاد المصري لمجموعه من الصدمات ساهمت في زياده تعرض البنوك للمخاطر. خد بالك كلهم كانوا بيتكلموا على انه البنوك في مصر في 2013 استر علينا يا رب. كله كان مرعوب على البنوك اللي في مصر، التوقعات كلها بانهيار مصرفي. طبعا الاخوان كانوا جايبيننا الارض تالت ومتلت، مش شككوا العالم، هم خلوا العالم لف ظهره وقال يا فكيك بسبب الاخوان. بس عشان تبقى فاهم وارجع للتقارير الدوليه، الاستثمار في مصر كان بالسالب مش صفر، ده كان عنده قرشين سحبهم ومشي. حتى الاستثمار المحلي ما بيقولك دايما راس المال جبان، خد بعضه ومشي. طب الأجانب مشوا، مش سابوها؟ لو سابوها يبقى صفر، ده مشي صفر، لا ده بالسالب نيجاتيف.
طيب يجي البنك الدولي نفسه في 2022 يقول القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع، وده اللي بيشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة. في واحد ممكن يسأل يوسف أنا أهمية ده بالنسبة لي إيه؟ المؤسسة الدولية هي اللي بتقول لك القطاع المصرفي في مصر إيجابي نصا أهو، يتمتع بانخفاض في نسبة القروض، يشير إلى استقرار القطاع، وفرة السيولة، توسيع قاعدة المودعين بالبنوك، ده هم اللي بيقولوا فيتش والبنك الدولي. تعال أوري لك البنك الدولي آسف تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة في 2010 كان بيقول إيه؟ 2010 تبقى المعوقات المالية قائمة والتي تعترض البدء في إقامة المشروعات الصغيرة كان نظاما لا يلتفت على الإطلاق لا للفئات الأكثر استحقاقا ولا فارق مع اقتصادهم ولا فارق مع توفير لهم مشروعات ولا تمويلات ولا أنه يخرجهم من مرحلة العوز لمرحلة الاستغناء المالي والقدرة على الاعتماد على النفس ولا فارق معاه. ده تقرير الأمم المتحدة، ده مش تقرير يوسف، هم اللي بيقولوا كده على 2010 ولا 11 ولا 12، 2010. خلي بقى العيال هتيفة يطلعوا لنا على تويتر. تبقى المعوقات المالية قائمة والتي تعترض البدء في إقامة المشروعات الصغيرة في ضوء القصور الواضح في نظام تمويل القروض للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر. يعني أنا مش مهم عندي الفقير، مهم الواد يبقى غني ويهيص وينبسط. فقير مين يا عم؟ احنا بتوع فقرة، اظبط لي الاغنياء كده ودلعهم. ده كلام التنمية البشرية، تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة مش احنا. طيب ما تيجي نشوف كده هم قايلين ايه علينا احنا بقى. 2021 اتخذت مصر عدة اجراءات لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزاد حجم الائتمان الموجه لتلك المشروعات على مستوى القطاع المصرفي. يهمني في ايه يا يوسف؟ حضرتك اتقدم للبنك بمشروع متناهي الصغر وصغير وهتاخد التمويل وميت فل و14 وهتشتغل وهتحقق فلوس وهتكسب وهتخرج بره مرحلة العوز والاحتياج إلى أي معونة أو أي مساعدة، إلى أنك أنت اللي بتكسب وبتنبسط. اللي بعده، طيب تعال نشوف الرؤية الدولية للقطاع المصرفي. ذا بانكر بيقولوا إيه؟ بيقولوا خد بالك بقى هيجيب لك من أول الكورونا. على الرغم من أن جائحة كورونا دفعت البنوك في العديد من الدول إلى إغلاق فروعها في جميع أنحاء العالم، ده كلام ده بانكر مش أنا، طيب، إلا أن البنوك المصرية نجحت في تعزيز وجودها، كما أنه من المتوقع أن تصمد نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية لكونها مدعومة بإيه؟ بتوليد رأس مالي داخلي قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. دي بنوكك. طيب تعال نشوف الصندوق بيقول ايه. الصندوق بيقول، صندوق النقد، يستمر القطاع المصرفي المصري في اظهار قدراته على الصمود امام التحديات. انا بشوف الجملة دي بالظبط كده، اروح اعمل كده اهو، اظهار قدراته، شد البايسبس، عارف انت البوزيشن بتاع الـ بتاع الـ بتاع بتاع تستعرض البايسبس بتاعك اللي هو العرض الشهير ده بتاع البلاي. قدراته ايه كده، بصوا البايسبس عامل ازاي، انا داخل على 50، الله اكبر ما شاء الله، حاجه عظمه زي البنوك المصريه، احنا جامدين قوي قوي، ودرجه الموثوقيه في البنوك المصريه رفيعه المستوى. هم اللي بيقولوا، ده صندوق النقد الدولي. طب تعالى بقى ونكمل، ويقول لك ايه، وتظهر مؤشرات السلامة المالية اعتبارا من يونيو 2022، ده في عز الحرب الأوكرانية. طيب قطاعا مصرفيا على السيولة، عالي السيولة، عالي السيولة، لديه مستويات كافية من رأس المال وحصص منخفضة من القروض المتعثرة. طيب خش على أكسفورد بيزنس جروب، مجموعة أكسفورد للأعمال،
ساعدت سنوات من التنظيم المالي الدقيق في إنشاء نظام مصرفي قوي في مصر، حيث تميز بارتفاع معدلات كفاية رأس المال وانخفاض مستويات القروض المتعثرة، متجنبا بعض من أسوأ العواقب الاقتصادية للأزمات وعلى رأسها كورونا. ده مين؟ أكسفورد للأعمال. خش على ستاندرد أند بورز، بيقولوا ايه؟ بيقولوا يتمتع القطاع المصرفي في مصر بسيولة محلية قوية مع نسبة منخفضة للقروض الى الودائع، وتتمتع الودائع داخل النظام المصرفي المصري بمعدل نمو مرتفع، كما ان قرارات البنوك بتقديم شهادات ايداع عالية العائد من المتوقع ان تزيد من الربحية. الله، معقول؟ يعني انا عندي سيولة عالية ورأس مال كبير وقروض متعثرة شديدة الانخفاض والودائع بتاعتي أكتر، يعني كلام الإخوان أي كلام، يعني أخده وارميه في سلة المهملات. ده كلام الأجانب مش كلام مصر، ده مش كلام البنك المركزي المصري، ده مش كلام الحكومة المصرية، ده مش حكومة، ده مش كلام مجلس الوزراء، ده كلام الأجانب. هم اللي بيقولوا أن القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة وقوي، بل وواعد، ومستقبله ممتاز. فلما حضرتك بتيجي تحط الاستثمار الآمن، احنا بنسمي الحاجات دي يقولك الاستثمار الآمن، اللي هو ايه؟ حط في الشهادة آمن. خلاص انا عارف انا حطيت المية جنيه دول، يعني تجيب لي النسبة دي كل سنة اقسمها على 12 شهر، انا عرفت عندي كل شهر قد ايه. الاخوان خوفوك، الاجانب هم اللي بيطمنوك اهو. طيب تعال نشوف موديز قالوا ايه. قالوا يتسم هيكل التمويل لدى البنوك المصرية بالاستقرار إلى جانب سيولة وقائية كبيرة، وقائية أي تحول دون وقوع الأزمات، وإن حدثت تستطيع التعامل معها بإيه؟ سهولة وسلاسة ويسر، فضلا عن ربحية قوية. ده برضو أنا جايب لك هنا خمس شهادات لخمس مؤسسات، قبلهم واحد اتنين ثلاثة، ثلاث شهادات لأكبر مؤسسات مالية في العالم، كلهم بيتكلموا عن القطاع المصرفي إيجابا على وضعه، إيجابا على مستقبله، ومستقبل واعد جدا. هما بيتكلموا هنا بيقول لك إيه؟ العوامل بمقدورها مع موازنة المخاطر التي قد يواجهها القطاع المصرفي بسبب الأزمات. خش على اللي بعده، ثلاثة. طيب ازاي الثقة تنمو، ثقة المصريين تنمو في القطاع المصرفي؟ اقول لك تعال نبص يا ترى، هل ترى هل في تنامي لثقة المصريين في القطاع المصرفي؟ انا كل مرة بضرب لك المثل، لو تفتكر بشهادات قناة السويس، كانت الشهادات اظن ب 12.5% سنوي، اللي ما حطش الشهادة ضاعت عليه خسارة والله العظيم، كانوا قرشين حلوين دول ساهموا في تعليم العيال. طيب حجم الودائع لدى القطاع المصرفي أكتر من خمس أضعاف زيادة في إجمالي الودائع. في مارس 2014 كان عندنا 1.4 تريليون جنيه ودائع، مارس 23 تتشود ما شاء الله 9.2 تريليون جنيه. ثقة دي ولا مش ثقة؟ طيب التوزيع النسبي للودائع في مارس 2023 بالعملة المحلية والأجنبية، تعال كده نشوف مع بعض يا ترى القطاع العائلي عامل ايه. يوسف روح يا نوفمبر، تعالى يا نوفمبر، ايوه اهي بالنضاره. بص يا عم، القطاع العائلي هاوس هولد 59.2%، قالوا لا الناس احنا انا وحضرتك. طيب تعالى نشوف القطاع الحكومي 22.2%، طيب قطاع الاعمال الخاص 15.6%، طب قطاع الاعمال العام قال لك 2.3%، طب العالم الخارجي قال لك ايه بقى؟ قال لك 0.6%. طيب الشيكات والحوالات المشتركه 0.1%. دي التقسيمه. طيب تعال نشوف بقى تحسن القطاع المصرفي في مارس 14 الى مارس 23. مارس 14 احنا قلنا عندنا السيوله المحليه كانت 1.4، سيوله محليه وصلت ل 8 تريليون، اجمالي الودائع وصل ل 9.2 تريليون. تعال نشوف اجمالي الاصول، وده مهم جدا بالمناسبه، الأصول ده شيء مهم قوي، 1.8 تريليون في 2014. حضرتك عارف في مارس وصلوا لقد إيه أصول؟ 13 تريليون. يجي يقولك ده تقييمكم، هو أنت فاكر إن إحنا فاتحين كشك حاجة ساعة تحت بيه؟ لا، مش كشك حاجة ساعة، هو تحت البيت.
بقطاع مصرفي يعني بنك مركزي، بنك مركزي يعني القطاع المصرفي الدولي، يعني كل أشياء بتتقيم بميزان الذهب، كل أشياء. فتقييم الأصول بمنتهى منتهى منتهى ثلاثة منتهى الدقة. طيب أرصدة التسهيلات الائتمانية كانت 0.6 تريليون، أرصدة التسهيل الائتماني وصلت ل4.5 تريليون. طيب تعال نشوف التوسع في نشر الخدمات المصرفية في كافة أنحاء الجمهورية. ديسمبر 2014 كان عندي 7290 مكنة، ديسمبر 22 بقوا تقريبا 22000 مكنة، حاجة عظيمة. طيب عدد بطاقات الائتمان كانوا 2.5 مليون بقوا 5 مليون، الضعف وش عدد المكنات، 3 أضعاف تقريبا. طيب وغير طبعا التطبيقات اللحظية والتحويل المباشر عبر الهاتف والمحافظ طيب البي او اسز نقاط البيع كانت 50800 نقطة، بقت 198800 نقطة. البي او اسز دي بالمناسبة المكنة اللي انت بتدفع بيها لما بتروح تتغدى ولا تشتري حاجة محتاجة بتاع التريرين كده دي. انا زدت دي ما بحبهاش لان معناها انها بدفع. اه والله نفسي مرة اعمل يتحط لي فيها فلوس مش يتسحب منها فلوس. طيب تعال نشوف زيادة عدد فروع البنوك. مارس 2014 كان عندنا البنوك كان عندنا 3690 عدد فروع البنوك، بقينا 4649. تعال نشوف أسعار العائد على الليلة الواحدة. في يونيو 2014 كان الكوريدور بتاعنا 8.25%، دلوقتي أنا عندي 18.25%. هتيجي تقول لي يوسف أنت رأيك ال 18.25% دي حلوة؟ أقول لك هي حلوة إنها بتحافظ على فلوس الناس. أنا أمل حياتي إيه؟ أمل حياتي إنه إحنا ما نحتاجش كل ده، إنه معدل التضخم ينخفض ومن ثم أسعار الفايدة هتنخفض ومن ثم الناس تبقى عندها قدرة أكتر على إنها تقدر تستخدم فلوسها ما بين الإنتاج وما بين الاستهلاك. اسأل نفسك السؤال ده، هو احنا ما سددناش قسط ديسمبر؟ سددنا. لا سمح الله حصل لنا اي شكل من اشكال الافلاس؟ بص دي القاعده الراسماليه الى الاصول المرجحه باوزان المخاطر. احنا كان عندنا تقريبا 13.7% ده القاعده الراسماليه الترجيح النسبه بتاعتي لاوزان المخاطر. انا دلوقتي وصلت ل 17%. فانا قدرتي على مواجهه المخاطر قاعده عماله بتكبر. طيب راس المال الاساسي المستثمر في الاصول المرجحه باوزان المخاطر 10.4 بقت 10.8 بتسع سنين. طب تعال نشوف الشريحه الاولى من راس المال الى الاصول المرجحه بقت ايه بقى في اوزان المخاطر، برضو كانت 11.4 بقت 13.8. انخفاض النسبه ايجابي جدا، وهذا الانخفاض يستخدم لقياس جودة الأصول. النسبة كانت 9.3 للبرتقاني اللي هناك دي، بما ان احنا كنا بنتكلم على بعثي الانستجرام بتاعك أورنج، الأورنج اللي هناك والجرين، فالأورنج اللي هناك 9.3، الجرين الأخضر ده 3.5. في الحتة دي كلما انخفضت النسبة كلما زادت الجودة في الأصول بتاعتك. تعالى ده معناه يا جماعة ان انت الكورونا والحرب والأزمة الاقتصادية العالمية بتاعت الكورونا وبتاعت الحرب كل ده وانت قدرتك على مواجهة الأزمات وجودة أصولك بترتفع. فانت شوف قدرتك على مواجهة الأزمة واصلة عاملة ازاي. تعالى ناخد صفحة 5، الصفحة قبل الأخيرة. تعالى أيوة هي دي. طيب مؤشرات السلامة المالية برضو، المؤشر ده اللي هو مؤشر ربحية والتحسن بتاع النسبة كلما ارتفعت إذا أنت ماشي في الإطار الإيجابي، يعني أخضر هتلاقي هنا إيجابي. ده مؤشر بيقيس صافي الربح عن آخر سنة مالية معتمدة وبنعمل التنسيب بتاعه للأصول وحقوق الملكية. طيب العائد على متوسط الأصول كان 1% بقى 1.2. طب العائد على متوسط حقوق الملكية كان 14.5 بقى 17.7. طب صافي هوامش العائد كان 3.8 ولا زال ثابتا بالرغم كل الأزمات ل 3.8 برضو. طيب لكن أنا عندي زيادات فين؟ فالعائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول. تعال نشوف السيولة، المؤشر بيعكس قدرة البنك
على ايه؟ الحاجات اللي بيقعدوا يخوفوك منها، العيال بتاعت الاخوان دي. الوفاء بالالتزام عند استحقاقه دون تكبد خسائر غير مقبوله. متوسط بقى نسبه السيوله الفعليه من العملات الاجنبيه لدى البنوك. 2014 مولانا احنا كنا 59%. دلوقتي انا عندي السيوله فعليه من العملات الاجنبيه ب 75.3. فين يا يوسف الكلام ده؟ اقول لك الربع الاول من 2023. هذه ارقام لا تقبل الشك او التاويل او العبث. دي ارقام قدام الدنيا. لو الدنيا لقت ان احنا يعني عندنا في الامور امور، لا ده الدنيا تتلخبط فوق دماغنا، ما فيهاش هزار. تعال نشوف الاوراق الماليه للاصول، كانت نسبتها 21.6، دلوقتي بقت 26.3. طب ما تيجي نشوف القروض للودايع بالعملتين المحليه والاجنبيه مع بعض، كانت 41.5 بقت 48.9. خش على الصفحه الاخيره. لا بنكك بخير قوي قوي. طيب انا عندي احتياطات دوليه وكافيه لعدد من الشهور لتغطيه الواردات. طب الصافي بتاع الاحتياطات الدوليه دي بتاعتي قد ايه؟ عندي نسبه زياده صافي الاحتياطات الدوليه 108.4%. دي الزياده ليه؟ لان انا كنت في يونيو 16.7، في يونيو 2023 بقيت 34.8. عدد شهور تغطية الواردات كانوا 3.5 شهر، بقينا 5.6. طب شوف العملات الأجنبية اللي كانت عندي. العملات الأجنبية اللي كانت عندي كانت تقريبا 13.5 مليار دولار، بقت كام؟ بقت 26.2 مليار دولار. طب انا عندي ذهب بقد ايه؟ كان عندي زمان في ابريل 14 ذهب قيمته 2.7 مليار دولار، تاتش وود بقينا 8 مليار دولار عقبال ما يبقوا 80 مليار دولار قدها وقدود. طيب وحدات حقوق السحب الخاصه كانت سحب خاص بقى ايه؟ ما اقولكش سحب بترتكز على 6 عملات دولية، وطبعا يعني كانت عباره عن الدولار الامريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني بالمناسبه، وطبعا الجنيه الاسترليني. كان عندنا 1.3 مليار دولار، وصلنا لكام؟ نزلنا بيها في 23 ل 300 مليون دولار. ايوه كده. طب قروض صندوق النقد، قروض صندوق النقد انا بقى كان عليا تقريبا 0.08 مليار دولار، دلوقتي هم صفر. زيرو زيرو زيرو. اخر صفحة هي دي، خلصنا. الحقائق والارقام وصلتك لايه؟ اطمن 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 على السياسة النقدية والأوضاع المصرفية المصرية. ده نمرة واحد، زود ثقتك أكتر وأكتر. الدنيا زي الفل زي الفل، مالكش في المشروعات والحواديت، خد بعضك روح على البنك وحط حاجتك في الشهادة وميت فل. خلوني بعد أن نقلت لكم هذه الأنباء السعيدة، بل هي شديدة السعادة والرائعة والعظيمة، نروح لموضوع العقار المنهار. العقار المنهار اللي في حدائق القبة، ممكن حضراتكم طبعا عارفين القصة وبتتابعوها. لازالت عمليات البحث جارية أسفل هذا العقار المنهار في حدائق القبة، وإحنا عاوزين نطلع على يعني آخر المستجدات مع دكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة تحديدا للمنطقة الشمالية. أهلا بيك يا دكتور حسام. اهلا بيك استاذ يوسف، واهلا بكل مشاهدينا. اهلا بحضرتك. بدايه احب يعني ان انقل تعازيه لضحايا العقار واسر المصابين والاحياء. حادث اليم المنا كلنا والم الشعب المصري كله. طبعا امر شديد الايلام يعني. طمنا على الوضع الحالي يا دكتور. خليني بس الاول اقول لحضرتك، هو العقار مكون من دور ارضي واربع ادوار متكرره. العقار من قديم المباني، يعود لحقبة الستينات أو قبل ذلك كمان. العقار مبني دور أرضي على نظام أعمدة، وباقي الأربع أدوار على نظام الحوائط الحاملة. عظيم. بس عقار ستينيات ده مش قديم قوي يعني؟
لا هو يا فندم العقار كده قديم، لا العقار كده قديم لانه كان في الوقت ده ما كانش في سيستم معين للتراخيص او الكلام ده كله. لا مش فاهم يعني ايه، اشرح لي واحده واحده. بص يا فندم انا عندي التراخيص، وان سيستم التراخيص ظهر في الثمانينات. في البدايه قبل الكلام ده كله العقارات كانت بتبني على الارض مساحه كامله ويروح لشركات المرافق ياخد منها الكهرباء والميه. ماشي مفهوم. تاني ما احنا بنرجع بقى العقار بقى في النظام الانشائي بقى. الدور أيوة. الارض كان عباره عن اعمده والباقي حوائط حمله. نظام حوائط الحمله ان ببني سقف فوق سقف، حيطه فوق حيطه لغايه لما اوصل الدور الاخير. في النظام الانشائي في الاسس الحمله ما ينفعش اغير اي تعديلات في اي سقف اي 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 حائط. بمعنى ان اغير في اساس حائط يعني الدور الصغير يقطع. معلش انا عندي استفسارات كتير بصراحه يا دكتور. بعد معلش استحملني. نظام البنى في الستينيات ما كانش حوائط حمله خالص. نظام الخرسانه، ما انا هقول لحضرتك معلش اسمح لي. نظام الخرسانات دخل المباني في مصر من منتصف الاربعينيات، وبدانا بنشتغل بالخرسانات المسلحه من منتصف الاربعينيات. فما قبل ذلك وكنا بدانا مساله بقى الاندستريال ايرا في العماره وفي الفنون المعماريه وبتاع. فيما قبل ذلك كنا بنشتغل بنظام الحوائط الحامله، لا الحوائط الجيريه اللي كان بيبقى الحائط اللي هو ايه تخانه 50 سنتي ده بالظبط اللي هو الحجر يعني. ايوه حلو قوي. منتصف الاربعينات انا اشتغلت مسلح، ستينات اكيد كانت الناس بتشتغل مسلح. فالسؤال متاكدين انه ده حائط ستينيات، قصدي مبنى ستينيات؟ بص احنا اللي متاكدين منه ان هو من قديم الوقت. لكن هقول لحضرتك حاجه ثانيه بقى مهمه. في الوقت ده كان الناس بتحب تبني دور ارضي على اعمده وتبني بعد كده ادوار متكرره حوائط حمله لانها بتبقى ارخص، الطوب بيبقى ارخص من الخرسانات بصفه عامه. بس والحوائط الحامله لا تستوعب اي شكل من اشكال التعديل الداخلي على الاطلاق بالضبط. والا هيحصل انهيار. هيحصل انهيار. اللي حصل يا فندم هنا ان مستاجر الدور الارضي والاول، خليني اشرح الاول العقار كله. الدور الاول الارضي والاول خاليين من السكان، الدور الثاني فيها اسره مكونه من 5 افراد، الدور الثالث فيها اسره مكونه من 7 افراد، الدور الرابع فيها اسره مكونه من 7 افراد. المستاجر استاجر الدور الاول. العقار عباره عن 4 حجرات ومطبخ وحمام. حب يوسع المطبخ والحمام ويدخل السرير معاه ويعمل مطبخ امريكاني. عمل التعديل بالليل، صحينا على الكارثه دي الصبح طبعا، لان اي تعديل في النظام الحوائط هيسبب انهيار. طيب يعني العقار كان ساكن فيه دور واحد بس باسره واحده؟ لا يا فندم انا بقول لحضرتك الدور الثاني، الدور الارضي والاول كانوا فاضيين، الدور الارضي والاول كانوا فاضيين، الدور الثاني كان فيه اسره 5 افراد. اول ما حسوا بالانهيار نزلوا. ماشي. الدور الثالث والرابع كل فيهم واحده فيها اسره، كل اسره مكونه من 7 افراد. كويس. هنا بقى يجي السؤال على الضحايا، وفيات واصابات. 1 اصابه و13 وفاة. طيب طبعا اتفضل كمل يا فندم. نتيجة طبعا الناس ما لحقتش تنزل، لان يعني اللي لحق ينزل كان الدور الثاني. احنا يا فندم طبعا يعني ضبطنا على طول العمل التعديل، وضبطنا معاه كمان المقاول والعمال اللي اشتركوا واعترفوا في النيابه ان هم اللي عملوا التعديلات المعماريه وهدوا او التعديلات اللي في الحوائط وهدوا العمل. طب الموضوع كده كده هيحال نيابه، فهي النيابه هتحقق فيه بالتاكيد مما لا شك فيه. تمام. السؤال هل في توقع لوجود اي ضحايا اخ اسفل هذه الانقاض؟ لا يا فندم خلاص يعني الحمايه المدنيه اخترتنا والاهالي اخترتنا ان هم دول اللي كانوا موجودين وخلصنا خلاص يا فندم. دلوقتي بنفتح الكلام. هي عباره ايوه هي عباره عن حاره 5 متر من حاره ثانيه 6 متر من حاره 8 متر. واضح ان المساله صعبه في دخول قوات الحمايه المدنيه. الحمد لله وانتهينا الحمد لله، بس الحمد لله يعني ربنا كرم وانتهينا. ومساعده قوات الحمايه المدنيه ومساعده الحي ومساعده معدات الحي ومعدات المحافظه، خلصنا الحمد لله كل الاعمال هناك. احنا ابتدينا نسكن او ابتدينا نستضيف الناس اللي هم تضرروا من الموضوع، سواء الحين العوده لبيتهم، لان في 4 عقارات حوالين عقار كان حصل لهم يعني شويه حاجات خفيفه اخذناهم احترازيا
طب عندي 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 سؤال يا دكتور، هو مفترض انه اي حد هيجري تعديل داخل المبنى العقار الشقة زي ما يطلع لازم ياخد تصريح؟ طبعا يا فندم. والناس دول ما خدوش تصريح ولا اي حاجة يا فندم؟ طيب هل حصل اي بلاغات من سكان نفس ذات العقار بانه عندنا جار بيعمل مجموعة من التعديلات؟ هل حصل اي بلاغ؟ بص يا فندم، تم التأكد من جميع السلطات ان لم يتم ابلاغنا باي اختارات عن العقار او اي بلاغات عنه. تم الاتصال بالنجدة، غرفة عمليات مجلس الوزراء، غرفة عمليات محافظة القاهرة، غرفة عمليات التنمية المحلية، لم يوصل لها اي اختار عن العقار او اللي فيه حصل على مدار الاسابيع الماضية يعني. على مدار الاسابيع الماضية. طيب معلش اخيرا، احنا عايزين نطمن على حالة المصاب الوحيد. يا فندم هي سيدة والحمد لله هي كويسة وتلقت علاجها في مستشفى دمرداش. السكان الأحياء هنعمل معاهم إيه؟ يا فندم إحنا أوريدي، خليني أقول لحضرتك إن وزارة التضامن الاجتماعي أولاً، بس أنا أحب إن أطمن الناس إن عملت صرف 2000 جنيه في أسرة المتوفى، وفي نفس الوقت اتحركت منظمات التحالف الوطني لعمل الأهل التنموي وصرفت قيمة مادية 50,000 جنيه للمتوفى و 25,000 جنيه للمصاب. ابتدينا نشوف الناس اللي احنا اخذناهم بشكل احترازي، نوفر لهم شقق لحين الانتهاء من ترميم البيت والعوده لبيتهم. المحافظه متشكله طبعا بالاسره لنجد والسيده لنجد توفير سكن يعني ليهم. احنا تم صرف وجبات في تضامن كامل، ظهر هنا فعلا اصاله الشعب المصري بضابط حالف الوطن العمل وظل لأي أزمة تواجه الوطن. يا رب يا ميسر الحال. أشكرك يا دكتور حسام، وربنا يجعلها آخر الأخبار السيئة يعني. أشكرك جدا دكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية. خبر صعب بصراحة. هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. طيب انا منحاز للعالمين الجديده، طب اعمل ايه؟ طيب يا جماعه بص، انا منحاز الحقيقه، مش انحياز غير موضوعي، هو انحياز موضوعي جدا. اي شيء جيد محترم معمول كويس في مصلحه الناس وبيوصل للناس ويشجع خلق الله ان هم يتبسطوا ويهيصوا ويبقى رايح لكل الطبقات، هتلاقيني منحاز له. يعني زي ما بقول لك كده، على مهرجان العالمين الجديده. العالمين الجديده بشكل عام كمدينه، شوف بقى كنت بقول لك ايه على الجو اللي بيتعمل والكلام الفارغ بتاع شويه مطاعم وشويه بلاجات ما تسويش 3 مليم يتلتوا على الناس ويتنكوا عليهم ويوصلوهم لمراحل الحقيقه متدنيه من التنازل. لكن لما يبقى في عندي مدينه بهذا الشكل العالمي والمحترم معمولة بهذه الرؤية إنها تروح لكل الناس، فلا فرق ما بين غني ومتوسط على قد حاله، فيش فرق ما بين مين لابس كذا ومين لابس كذا، لا ده ماركته إيه ولا ده ماركته إيه، وكله لازم يتبسط ويبقى سعيد وفرحان وتبقى العيلة كلها جيدة، لا ده أنا أبقى فرحان وفخور ومؤيد وأساعد وأنحاز جدا أوي خالص. وعليه لازم اكلم محمود جميل زميلي العزيز يبقى معايا على الهوا كده علشان يقول لنا ايه الاخبار عندك يا حوده. مساء الخير يا يوسف، وبرحب بيك طبعا وبرحب بكل السادة المشاهدين، مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان. الأخبار النهاردة حلوة بصراحة، يعني لأن النهاردة احنا في ازدياد في عدد الزائرين يمكن عن امبارح من وقت ما كنت معاك على الهواء وبنتكلم عن الأعداد اللي موجودة. فالحقيقة كل يوم الأعداد دي بتزيد، وده المميز هنا في مدينة العالمين، ويمكن ده طبعا سبب وهدف كبير من أهداف مهرجان العالمين
العالمين الجديدة إن هو بيستهدف طبعا وجود ما يقرب من 1,000,000 زائر. فالحقيقة الممشى السياحي النهاردة بيستقبل، أنا شايف قدامي عدد كبير جدا، الناس موجودة، الأسر موجودة، الأطفال، كل الناس موجودة، وكمان جنسيات عربية وأجنبية. فالحقيقة كل الناس مبسوطين، وكمان أكتر حالة الجو الحقيقة هنا حلوة جدا في مدينة العالمين. وخلينا أقول لك بقى إن يعني يمكن على شمالي بالظبط العالمين أرينا، هنا دي المنطقة اللي بيتم التجهيز فيها دلوقتي لاستقبال الحفل الكبير، وأول حفلة هتكون من فعاليات المهرجان حفلة تامر حسني. يمكن دلوقتي بيتم الاستعداد، أنا شايف قدامي الستيج بيتم تجهيزه، البوابات بيتم تجهيزها، كل حاجة هنا يمكن إدارة المهرجان شغالة على مدار اليوم وعلى مدار الساعة للانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالمكان اللي هيستضيف حفلة تامر حسني اللي هتكون إن شاء الله يوم الجمعة يوم 21. وبالمناسبة دي موقع تذكرتي أعلن عن فتح أبواب طبعا الحجز لتذاكر حفل الفنان تامر حسني اللي هتكون يوم الجمعة. فبالتالي كل الاستعدادات هنا بتتم على قدم وساق لاستقبال الحفل. خلينا أقول لك كمان إن إحنا هنا في الممشى السياحي كل ما بنتكلم مع الناس، يعني الناس طبعا حضروا الفعاليات اللي كانت موجودة المهرجان العالمين فيما يتعلق بمباريات الجيل الذهبي والتيك بول، ومبسوطين جدا بوجود كل الفعاليات دي، ومتشوقين ومتحمسين كمان ان هم يكملوا كل الفعاليات الجاية. وكمان عايز اقول لك ان الشواطئ كمان استعدت لاستقبال كل الزائرين وكل المصيفين. احنا بنتكلم على موسم صيفي جميل جدا في مدينة العالمين الجديدة، وبيستقبل كل الفئات العمرية وكل الفئات الاجتماعية، اي حد يقدر ان هو يجي هنا. احنا الممشى هنا كل الخدمات الترفيهية موجودة. عايز اقول لك كنت بعمل جولة كده في المول التجاري من شوية يوسف، المول شكله جميل جدا، تدخل كده بالليل، هو مصمم على شكل السماء اللي بتديك الضوء مع طبعا بعض المناظر الجميلة اللي موجودة. وفي اكتر من 350 علامة تجارية بتقدم كل خدماتها للمواطنين والزائرين. عايز اقول لك كل الناس بتدخل بتصور، كل الناس مبسوطة، كل الناس هنا الحقيقة في أجواء مبهجة، أجواء مفرحة الحقيقة في مدينة العالمين الجديدة، خاصة ان احنا بنتكلم هنا طبعا ومن يعني امامنا ابراج العالمين، ومن خلفنا كمان ابراج العالمين واحد الفنادق المشهورة. فالحقيقة مدينة العالمين لازالت بتستقبل كل الزوار، واحنا متوقعين ان خلال الايام الجاية، انا بتكلم كنت معاك احنا بنتكلم في 24 ساعة الاعداد بتزيد، فما بالك كمان بالايام اللي جاية، لان احنا لسه عندنا فعاليات كتيرة جاية، عندنا بطولة التجديف، عندنا كرة الطائرة الشاطئية، عندنا كمان البادل، عندنا الجودو، عندنا كمان هيكون في على الممشى السياحي ده بعض الفقرات الفنية اللي هتكون موجودة طبعا من قبل بعض الفرق الثقافية والفنية اللي هتكون موجودة. فاحنا بنتكلم ان احنا لسه في فعاليات تانية هتكون موجودة طبعا هتقدمها إدارة المهرجان. والحقيقة يمكن مهرجان العالمين الجديدة بيأتي للتكامل مع نجاح الدولة في تحقيق المعجزة الكبيرة ووجود مدينة العالمين الجديدة بمساحة 48,000 فدان بكل الخدمات اللي موجودة فيها. بنتكلم عن المنطقة الترفيهية، بنتكلم عن المسرح الروماني، بنتكلم على المول التجاري اللي موجود والبحيرات اللي موجودة وشاطئ البحر المتوسط الجميل. عايز أقولك إن الناس كمان طول اليوم بيبقوا موجودين على الشاطئ يستمتعوا طبعا بالمية الجميلة والبحر اللي موجود وكل الخدمات الترفيهية اللي بتكون في أماكن إقامتهم، وييجوا بقى على بالليل يطلعوا بقى في شوارع مدينة العالمين وفي الممشى السياحي وفي المنطقة الترفيهية، كلهم بيستمتعوا بكل الخدمات الترفيهية اللي موجودة، خاصة ان احنا عندنا يعني كل الفعاليات المتنوعة. اللي بيحب الرياضة هيلاقي الفعاليات الرياضية موجودة وهيجي يستمتع بيها ويقدر ان هو يحضر في المكان اللي جهزته إدارة المهرجان واللي شاهدنا فيه مباريات الجيل الذهبي ومباريات التيك بول، وكانت موجودة عدد كبير من الجماهير والأسر، واللي كان بيحب ان هو يشجع فريق معين، اللي بيحب حسام غالي، اللي بيحب عماد متعب، اللي بيحب حازم امام، جمال حمزه، كلهم كانوا بيجوا وبيشجعوا في اجواء مبهجه وحماسيه. واللي بيحب الفن يعني كان نفسي انا اللحظه احضر معاكم مباريات الجيل الذهبي دي، حلوه حلاوه. عاوز اشكرك الاول يا محمود بجد والله، يعني ببقى سعيد جدا بوجودك معانا على الهواء في البرنامج، وبعدين ببقى سعيد اكتر بهذه الابتسامه الساحره الرائعه اللي بتدي لي دايما امل في بكره وبتفرحني اكتر بالعالمين. شكرا جدا ليك يا محمود.
مباريات الجيل الذهبي. بس انا بقى يعني اصل بص المجموعه الثلاث فرق لا ما كانوا اربع فرق، كانوا فضل وحازم ومين تاني والصقر وحسام، اربع فرق والاربعه حبايبي والاربعه اصحابي، فكنت ابقى محتار اشجع مين. بس كان ممكن ابقى حكم، لا برضه هبقى مش عارف هبقى هنحاز لمين والحكم لا ينحاز. بس كان نفسي فعلا ابقى حاضر بقى المباريات بتاعت الجيل الذهبي دي. يعني كنت هبقى بصراحه مستمتع، وبعدين كنت هزن عليهم بقى ينزلوني دفاع، صخره الدفاع معروف، صخره الدفاع مفيش هزار عندي. انا مبدئي في اللعب يا جماعه الكوره تعدي اللعيب ما بيعديش. كانوا اصحابي في المدرسه عارفين انا ما اعرفش العب كوره خالص خالص، يقول لك بص اول ما هنبدا نتغلب نزل يوسف دفاع، اخلص بقى على كل اللعيبه المنافسين. فالعيال كانت اصلا كده كده بتكش، يعني يقول لك لا ما تقربش الناحيه دي، بص اصل يوسف ايه بيخش يكسر فسيبوه، مش مهم نتهزم بس نطلع سليم. طبعا دي مش طريقه لعب بس انا بلعب كده. طيب تعال نروح على الموظف الامين، وما اكثر الامناء في هذا الوطن بصراحه. الراجل الطيب المحترم ده بيضرب مثل عظيم في وقت صعب وده مهم. الراجل ده يا جماعة الحدوتة بتاعته بتقول ايه؟ الراجل بيشتغل موظف وبعدين يقع بين ايديه كده 2,600,000 جنيه مصري، ويقع بين ايديه ازاي يا يوسف؟ دخلوا الحساب ده لا لقاهم في تاكسي ولا في اتوبيس ولا في موقف ولا في جنينه ولا في نادي ولا في غيط ولا في بيت، دخلوا الحساب يا معلم فلوسي ملكي حاجتي مالي، ما عملش كده، قال لك دي لا فلوسي ولا حاجتي ولا ملكي ولا مالي، دول دخلوا غلط. راجل في زمن الغلا والأزمات والدنيا يقول لك لا أنا أروح للبنك. أستاذ صبري المحترم ده صاحب هذه الابتسامة الساحرة على النيل في أسوان، الله العظيم رجل يفرح يفرح. ازيك يا أستاذ صبري؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دي النور يا دي النور. الله يخليك الله يخليك، ربنا يخليك ما شاء الله. انت من النوبه يا عم صبري ولا ايه؟ من النوبه، من قريه الامبركات مركز نصر النوبه. معقوله يعني تجتمع فيك كل المحاسن؟ الله يخليك يا باشا، ده من ذوق حضرتك والله. مصري نوبي وراجل امين وراجل ابتسامتك منوره في الصوره اللي كنا مطلعينها. انا كل الناس كل الناس دلوقتي عارفه انا طبعا احب النوبه قد ايه، وزرتكم كده من قيمه سنه وشويه، يعني كان ليا حظ وشرف جميل. الشرف لينا كان. لا ما تقولش كده بقى. الشرف لينا والله. بقى اخويا صبري يعني يجي لك 2,600,000 جنيه في عز الازمات والغلا وتقول لا ارجعهم؟ والله سيادتك لو 100 مليون او لا يا اخي الله يكرمك، لو 100 مليون جايه بطريقه حرام هقول لا طبعا. طبعا طبعا. بص طبعا. هو اولا كل لسه حتى زمايلي بيقولي بص النوبيين معروفين بالامانه الصارمه الصارمه، ربنا يخليك، مش امانه عاديه يعني لي. والله بكلمك بامانه. عايزك بقى تحكي لنا. ها قول. ده اللي احنا اتربينا عليه بصراحه. طبعا كويس، وده اللي احنا يعني مجتمعنا كله المجتمع النوبي كله ده اللي احنا اتربينا عليه وما شفناش حاجه غير كده يعني. اصله اصله احكي لي بقى خليك. ايه اللي حصل؟ الحكايه بدات ازاي؟ المشكله لا انا رحت سيادتك البنك عشان اعمل توريد باسمي. مبلغ صغير يعني صغير خالص، فوردت الفلوس، فوانا طالع من البنك شفت الرساله جت لي على التليفون ولقيتها 2,650,000 جنيه. وبعد كده رحت اتاكد من الايصال. رحت بصيت في الايصال برضه مكتوب 2,650,000 جنيه. ايه ده؟ يعني الايصال اللي طلع لك من البنك ومختوم في جيبك؟ الايصال مختوم بختم البنك وكل حاجه. والموضوع انتهى يعني، الموضوع ده يعني الفلوس دخلت حسابي فخلاص كده. طب هل تسمح لي اعرف التوريد اصلا كان بكام؟ ولا مش عايز التوريد؟ تقول لي؟ التوريد كان 26,500. 26,500 ولا 26؟ فراحوا محطوطين يعني زودوا صفر. يعتبر لا زود صفرين. يا نهار ابيض. وبعدين عملت ايه؟
بس انا ما فكرت فيها يعني. انا لما لقيت الرقم قلت اشوف التفقيطه. فلقيت التفقيطه مكتوب 2 مليون وست، ما كملتش. اول ما لقيت ال 2 مليون على طول رحت راجع للموازنه. الله، ما عملتش ليه زي علي بابا كده ذهب ياقوت مرجان؟ والله ما احمدك يا رب. ما فكرت دقيقه والله. ها انا كنت شايل هم الموظف، خلي بالك. ايوه يعني انا هم كله ان الموظف ده يتيجي. انت شايل هم الموظف؟ اه والله. ايوه انا عارف. انا يعني شايل هم الموظف وشايف بيته وشايف عياله. طبعا انا عشان كده يعني هم ما اكتشفوش الخطا، لا انا اللي رحت وقلت لهم ان في خطا. هو كان لسه على ما يظبط الحساب بتاعه بتاع اخر اليوم بعد ما الفرع يقفل ويظبط بقى الشباك بالظبط، ساعتها يكتشف وساعتها انه عنده ممكن مشكله. برضو ارفض ان انا ارجع. انت في اي لحظه كنت ممكن ترفض. من اللحظه الاولى للحظه الاخيره. كل سنه وانتم طيبين. بالظبط بالظبط. رجعت بقى على طول على الفرع. يعني سيادتك لما تلاقي الفرق بين التوريد والغاء التوريد مش مكمله ربع ساعه. يا سلام، ما فكرتش خالص يعني. ده انت يا دوب خرجت من باب الفرع من هنا رحت لافف وراجع تاني. يعني من الباب ورجعت على طول. اول ما شفت ال 2 مليون حتى ما كملتش القرايه بتاعت التفقيد. دخلت لهم بقى. انا كنت خايف على الموظف وهم كله على الموظف بس. دخلت قلت لهم ايه بقى؟ قلت لهم يا عم انتوا موردين لغلط وانتوا موردين ل 2 مليون 650 الف. فالموظف بصراحه يعني ما اتكلمش. يعني كده ايه؟ حط ايده على قلبه. ذهول. قلبي. ذهول يعني حتى مش قادر يعمل لي الاجراءات بتاعت ان انا ارجع الفلوس يعني. طبعا. مخدود خلاص. فالموظفين التانيين قاموا وخلصوا لي الاجراءات وما اديت لهم على الورق كله وخلصت الامور كلها يعني. طب مثلا حد غيرك يجي يقول ايه؟ بصوا بقى انا ليا 10% من المبلغ ده. والله ولا انا اتكلمت ب 10% ولا اتكلمت بجنيه. انا مش ممكن اخد من موظف غلبان شغال اخد منه جنيه. انا الكلام ده اتقال لي بعد ما انا رجعت، في ناس اتصلت بيا وقالوا لي 10% ومش عارف ايه وانت يعني. فلا انا ما الحمد لله مش عايز جنيه اصلا. يعني هاخد ايه من الموظف الغلبان ده يعني؟ محترم. حتى الموضوع لما اتنشر في الفيسبوك. ايوه. انا برضو كنت خايف ان الموظف ده ياخد جزء بسبب. يا نهار ابيض، مع انه القصه ما كملتش ربع ساعه، شويه والفيسبوك بدا ساعة. يكتب. يعني انت ما فيش ربع ساعه والله، يعني انا ما كملتش خالص. انت قلت بقى ما فكرتش دقيقه ان انا ارجع الفلوس دي. انت قلت الحدوته طلعت على الفيسبوك كده ممكن اداره البنك يعاقبوه. الله ينور عليك، ما ده اللي انا خفت منه ان هم يعاقبوا الموظف، ولحد دلوقتي خايف. فانا بناشد يعني ان ما فيش حد يكلم الموظف ده بس. نرجوكم سيبوا الموظف في حاله خلاص، عدت على خير بسبب الاستاذ صبري. الله. والراجل ده انا بشوفه في البنك من 20 سنه بتعامل معاه كمان. يعني عشرة. راجل امين وراجل يعني مش تعيين جديد يعني، راجل محترم، راجل قديم في البنك، راجل محترم جدا. هو تك صفرين بالغلط يعني كده على الجهاز بتاع الكمبيوتر. انا ما اعرفش ايه اللي حصل بصراحه يعني، انا فوجئت لما قريت الايصال والرساله بصراحه. لا حصل خير. طب طمني بقى على الجمعية التعاونية النوبية لصيد الأسماك، الموسم عامل ايه؟ لا الحمد لله الموسم كويس جدا. حلو. وعاملين انتاج يعني البحيرة السنة دي عاملة اكتر من 28 الف طن. اللهم صل على النبي. بعد التطوير اللي حصل في البحيرة. كويس بجهود طبعا سيادة الرئيس مولي اهتمام جامد لبحيرة السد العالي. الله. واول مرة من سنين اترمت ذريعة كبيرة فوق العشرة مليون ذريعة. الله أكبر. واهتمام كبير من الدولة تجاه بحيرة مصر. كان فاحنا إن شاء الله في خلال 3-4 احنا كنا وصلنا ل 12 ألف طن سمك، دلوقتي 28 ألف. ما شاء الله. كل سنة في زيادة. ما شاء الله. لحد ما نرجع اللي هو أكبر إنتاج في البحيرة كان 34 ألف طن. فإن شاء الله في خلال سنتين أو ثلاثة هنوصل للإنتاج بتاعنا. البحيرة هترجع لمكانتها الطبيعية. أنت كم سنة يا أستاذ صبري؟ أنا 49 سنة. عدينا يعني. فاكر بقى والله فاكر البلطي بتاع البحيرة بتاع زمان؟ عجبتك؟ ما احنا قد بعض يعني.
74 و75 احنا بالظبط. اه بالظبط مظبوط 74. عيب عليك اخوك من نفس الجيل. فاكر البلطي الاسواني بتاع البحيره بتاع زمان، تلاقي البلطيه عملاقه كده. طبعا لسه موجود ده بقى ما شاء الله عليها، يعني كانت كبيره وتوزن تطلع كم كيلو السمكه الواحده. صحيح لسه موجود منه ده ان شاء الله. ايه لسه موجود منه البلطي الكبير؟ موجود ده. بس برضه مش بكثره، بس دلوقتي ان شاء الله مع التطورات اللي حصلت بصراحه والمفرخات اللي اترفعت انتاجيتها حلوه دي. يعني احنا كان عندي مفرخ توشكا ما كانش شغال سنين لحد ما الرئيس السيسي ادى تعليمات ان المفرخ ده يشتغل بكامل طاقته. الله يكرمه والله. يعني دلوقتي ما شاء الله يعني اكثر من 80 حوض جاهزين. 80 حوض؟ 80 حوض بعد سنين مركون. ده غير الجمعيات الثانيه. يا رب الخير على قدوم الورديه. والله ما شاء الله يعني الزريعه اللي بتترمي والاهتمام من الدوله ما نقدرش يعني ننكرها خالص يعني. وجهود اللي هو الحسيني فرحات اللي هو مدير التنفيذي، والدكتور صلاح مصلحي رئيس جهاز حمايه البحيرات والثروه السمكيه، كل الناس مش مؤثره معنا والله. احسن مهتمين بالصيادين، حتى سيادتك كان في قفل البحيره شهرين. وصرفوا تعويضات للصيادين عشان في الشهرين دول هيصرفوا من فين؟ ما فيش. فالرئيس كان امر بصرف تعويض كل شهر 1500 لكل صاحب رخصه، كل صاحب بطاقه صيد. 1500 مع ان البحيره مقفوله. بالظبط 1500 جنيه لكل صياد خلال فتره وقف الصيد، وصرفوا لنا برضه يعني الحمد لله يعني. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله يعني كل صيادي بحيره السد العالي بيتقدموا بجزيل الشكر للسيد الرئيس. باذن الله والشكر ربنا سبحانه وتعالى. انا بشكرك جدا يا استاذ صبري، نورتني وشرفتني وشرفت مصر كلها، وصوره اكتر من رائعه وعلى وشك الحلو ده البشاره الحلوه بتاعه الموسم بتاع الصيد. لا الحته اللي قالها مهمه جدا، الحاجات بتاعه التشكه كانت واقفه سنين والريس امر بانها تشتغل بسرعه وطلع منها 80 حوض، وفي الموسم بتاع قفل البحيره طبعا الموسم ده بيقفل عشان خاطر ادي مساحه للزريعه انها تكبر وما الى ذلك. تتصرف محدش اتكلم في القصه دي. زملائي الاعزاء، لا الاول اداره البنك اللي انا ما اعرفش هو مين ومش عايز اعرف خالص عشان ما نحطش حد في حرج. الموظف خلاص ما يتجزاش، ساء عليكم النبي، ما يتجزاش ولا ندوس له على طرف. الراجل 20 سنة زي الفل فخلاص، والخطأ اتصلح وفي ربع ساعة خلصت. أدي واحد. أرجع بقى لإدارة هذا البرنامج، أصدقائي زملائي روز ويونس وأستاذ حازم الحديق، أنا عايز أطلع أسوان في عز الأيالة دي، ودوني أسوان، عايز أروح بحيرة السد، وعاوز أروح الجمعية دي، وعاوز أروح اللحوات بتاعة السمك دي، وعايز أقعد أقدف. أنا بتكلم بأمانة وبجد. هتقول لي الدنيا شمس، موافق، أنا هجيب شال كده هو مبلول أحطه على راسي، عارفها أنا الحركة دي، ونقدف بقى وننزل كده نلف جوه البحيرة ونشوف الموسم الحلو ده. أنت هتيجي معايا؟ بتضحك؟ جاي. هتشتغل خارجي، اشتغل بداخلي بس هيشتغل خارجي. بصوا أنا رايح أسوان ومعايا خالد فاروق صاحبي. فاصل ونكمل الكلام مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. نتكلم على إيه؟ لازم نتكلم عن الهجرة النبوية المشرفة وفضل هذه الهجرة وكيف نورت يثرب بالرسول الكريم فأصبحت المدينة المنورة. استنونا. وهنا أرجع النظارة مكانها مرة تانية وأرحب وبقوة وبشدة بحبيبي والله العظيم وحبيب الملايين مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. منورنا مولانا. بارك الله فيكم، وبمناسبة حلول العام الهجري 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله والسلام، أتقدم معك وبالبرنامج إلى الإنسانية جمعاء لمسلميها وغير مسلميها
بصادق التهاني وعظيم الأماني بالخير والنماء والبركة والسلام بأمر الله. يوم الأربع أول أيام العام الهجري الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أنا كنت بتكلم أنه عايزين نسمع من مولانا عن هجرة الرسول الكريم التي نور بها يثرب فأصبحت المدينة المنورة. نعم. ومسألة العبرة من هذه الهجرة. الله يفتح عليك. وكيف استفادت الدعوة والرسالة المحمدية من هجرة الرسول. خرج من مكة، ذهب إلى المدينة، وشاء العلي القدير أن يعود إلى مكة منتصرا. نعم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حضرتك، في قصص الأنبياء والرسل أجمعين عليهم السلام دايما العبر والعظات، كما تفضلت أن نركز على العبر والعظات. قال الله في سورة يوسف في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فحينما نأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه، فقه السيرة، ما الذي تمثله الهجرة النبوية؟ هل هو انتقال من مكان إلى مكان أو من حيز إلى حيز فقط؟ لا، الهجرة ليست كذلك. أولا سبقت الهجرة الحسية هجرة معنوية، وياريت الأمة تعود إليها، اللي هي الهجرة المعنوية الوجدانية، اللي قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قد نكون نحن في هجرة وجدانية حينما نهجر الربا، الزنا، الفواحش، المخالفات، الغش، الخيانة، كل الموبقات حينما يهجرها الإنسان فهو في هجرة، بس دي هجرة معنوية وجدانية. الهجرة الحسية انقطعت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولذلك التنظيمات التي تدعو إلى اعتزال المجتمع، طبعا لعلك تذكر في حداثة شبابك تنظيم الجهاد والتكفير والهجرة، التكفير والهجرة طبعا بتاع شكر مصطفى وأضرابه. أيوة. اعتزال المجتمع. وعلى فكرة سيد قطب في جماعة الإخوان في معالم في الطريق كان يدعو إلى ذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلم البشرية أن الدعوة إلى الله عز وجل عبادات ومعاملات. فمن هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة لم يهاجر فرارا ولم يهاجر تضييعا لوطنه، بل حفاظا على وطنه. خدت بال حضرتك؟ لأنه سيعود إليه. ولذلك ربنا بشر الرسول، تعجب الصورة رقم 5 في التنزيل صورة البلد، تخيل مكي، يوم ربنا يقول له إيه: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، يعني ستحل، ستحل. طب ما قاعد فيها، لكن إنباء عما سيحدث، زي ما قال له في سورة القمر إيه عن نتائج معركة بدر قبل أن تحصل بسنوات: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمهم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله هاجر من مكة حفاظا على أرواح أهل مكة، على وعلى وعلى هاجر من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا هذكر ثلاث حاجات، لكن في حاجة مهمة للغاية تتصل بفقه الواقع. أيوة، الرسول صلى الله عليه وسلم إما وصل إلى المدينة عمل المسجد منارة، عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقضى على العصبية القبلية بين الأوس والخزرج، وعمل موادعة مع قبائل اليهود، بني النضير، بني قريزة، وهكذا، اللي هم الثلاث قبائل. لكن في شيء وخيبر. نعم، لكن في شيء خطير جدا قد يغفل عنه من يغفل. سيد الكريم، من نتائج هذه الهجرة النبوية من مكة إلى يثرب المدينة دستور أو صحيفة أو وثيقة المدينة من 54 مادة. أنا إلى الآن في حيرة، أين مؤسساتنا من ترجمة ونشر وبس لبنود هذه الوثيقة؟ طيب أنا أستأذنك يا مولانا، أطلع فاصل وأرجع بعد الفاصل. أنا عارف إن إحنا اتكلمنا على بعض من بنود هذه الوثيقة العظيمة، ما دي تمخضت عن الهجرة.
بالضبط، أو من نتائج الهجرة. نروح لهذه الوثيقة وكيف كانت واحدة من أهم وأروع وأعظم نتائج الهجرة، وهي من أروع الوثائق في التعايش الإنساني بين الناس وبعضهم البعض. استنونا بعد الفاصل نرجع مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. طيب خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وكنا توقفنا أن واحدة من أهم نواتج الهجرة النبوية المشرفة إلى المدينة المنورة كانت الوثيقة، وثيقة المدينة 54 بند. يمكن وأنا بتكلم مع مولانا فأنا قلت له واحدة من أروع وأعظم وأهم الوثائق المتعلقة بالتعايش الإنساني ما بين الفئات والطوائف المختلفة. صحيح. داخل نفس ذات الحيز، وقتها كانت المدينة المنورة، لكن الوثيقة كانت ممتدة، يعني عندما تكون هناك الدول والأوطان بالشكل السياسي الحديث وما إلى ذلك. الرسول حط البنود الأساسية. أحسنت. من أعظم فوائد ونتائج الهجرة النبوية للإنسانية جمعاء تقدر تسميها أول وثيقة حقوق للإنسان في العالم بدون تعصب. إزاي؟ قرر فيها في هذه البنود حرية الاعتقاد، لا إكراه في الدين مش نظري فقط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجتمعه فيه ثلاث قبائل اليهود، بني قريظة وبني النضير، ما أكرههمش على الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان المجتمع كان فيه بعض المنافقين وكان يعلمهم بأسمائهم، طبعا لم يقتلهم أو لم يأمر بإبادتهم. قد تبالك الرسول عليه السلام كان يرسل رسائل الموادعة مع ملوك ورؤساء وأمراء الأرض يدعوهم إلى الإسلام سلميا. ما قالش الواحد أنا لا اسلام يكون لك الاجر. طب انت عارف بعت لكسرى وبعت لقيصر وبعت لهنا في مصر للمقوقس الى اخره، الرسائل السلميه. الرسول عليه الصلاه والسلام وجالوا مجموعه من مسيحي نجران نعم وقعدوا معاه وطلبوا الصلاه وقال لهم خشوا صلوا في المسجد. نعم صلاتهم تمام، وعلى فكره ما اسلموش واعادهم الى مواطنهم سالمين بدون اي اذى، وأعطاهم الوثيقة الأمان. أيضا حضرتك بنلاحظ في وثيقة أو صحيفة أو دستور المدينة من 54 مادة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع حرية الاعتقاد حرية التنقل، ما عملش حدود لتنقل الناس وتضييق على الناس، لا حر. الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن ما به قوام الحياة ثلاثة أشياء، ولذلك هو بقى في حجة الوداع هيذكرها وسط الآلاف المؤلفة من الحجيج: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. هو ما أمنش المسلمين فقط، لا يا سيدي، أمن الكل الكل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مع عالمية الإسلام حافظ على قوميات الناس. أيوة، يمكن أقول لك من الغريب أن مجتمع المدينة بعد الهجرة كان فيه ثلاث قوميات مع الرسول: أبو ذر الغفاري من أشراف العرب، صهيب الرومي من الروم، سلمان الفارسي من فارس، صهيب الرومي من الروم، وبلال الحبشي من الحبش. هذه القوميات وجدت بدون أدنى حساسية، وتوج ذلك بقى بمسك الختام من سيدتنا المصرية ماريا القبطية طبعا من صعيد مصر، زوجة حضرة النبي أم المؤمنين أم سيدنا إبراهيم ابن النبي محمد. فياريت أنا أقترح على متابعينا ومشاهدينا ونحن سعاد إن شاء الله ونستقبل العام الهجري الجديد نقرأ فقه السيرة النبوية في كتابين لعالمين جليلين، أحدهما مصري إمام الدعاء سيدنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، محمد الغزالي السق طبعا، هذا رجل بروفيسور الدعوة لمن أراد أن يتعرف على حقائق الإسلام. الشخص الآخر شهيد المحراب الأستاذ الدكتور محمد سعيد البوطي، على فكرة ثقافته أزهرية يعني في نسب لمصر، لكن هو فقيه الشام.
كتابين أرشحهما لقراءة فقه السيرة النبوية. يا ريتنا بقى ناخد الهجرة النبوية مش تاريخ، فقه. وأنا أناشد باحثين في التاريخ الإسلامي اكتبوا فقه الهجرة النبوية، منهج حياة للأمة المسلمة على وجه الخصوص وللبشرية على وجه العموم. أنا شخصياً هنزل أجيب الكتب وأقراها. نورتنا وشرفتنا مولانا كمجرة العادة، وشكراً بالمناسبة على يعني هذا الكلام على فقه الهجرة النبوية وعلى ترشيحات الكتب. كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة، سواء يكون داخل لنا حالاً كريم رمزي وبرنامجه رقم 10، أما إحنا لو كان لنا العمر. نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم صح التاسعة. سلامات. We'll be right back.